مساء الخير حبايبي، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. ورجعت لكم بفيديو جديد وهو مشترياتي من الاكشن. الاكشن هو مثل ماركت كبير موجود بالمانيا، نحن بنقول عليه اكشن، بس هو بالانجليزي يمكن بنقرأ اكسيون، مثل انه على طول هو بيكسر الاسعار اللي بالسوق كلها. كتير حلو، فيه كتير اشياء للبيت، أدوات للمنزل، للمطبخ، إكسسوارات وديكورات للبيت، ألعاب، عطورات، مكياجات، فيه ألعاب لترفيهية ومسلية للي بيحتار إنه من وين دي يروح يشتري ألعاب للأطفال. حتى الأكلات اللي فيه يعني كتير أسعارها حلوة ومناسبة. فيه أواعي للكبار، داخليات، اكسسوارات، يعني فيه كتير اشياء ممكن تقضوا النهار كامل في هذا الماركت وما بتملوا منه. وهدول بعض مشترياتي. اول شي هذا ست كامل، هو عبارة عن ماسك للبشرة لمدة 7 ايام، انا مستعمل 2، وهو بالفواكه بيري، كوكونات، ووتر ميلون، ليمون، اورانج، وهيك شكله من جوا. هيك تفتحوا العلبة، هو شكله مثل الجيل، وبنحط على البشرة من 10 ل 15 دقيقة. هلأ أنا عم جربه. الشي التاني هو لزقات للعين بالخيار، أنا بحطهم بالبراد وبستعملهم، كل بوكس فيه 4 مرات استعمال، وهيك شكله من جوا. بتفتحوا هذا الكيس وتحطوا هيك لزقتين تحت العين لمدة 10 أو 15 دقيقة، لحتى تمتص البشرة كلها. كتير حبيت هدول اللزقات، صلي فترة مداوم عليهم. الماسك الثالث هو ماسك جليتري، بنحط على البشرة وبينشال، مو غسيل، بينشال مثل مجرب ماسك الفحم، بينقبع قبع، وكتير حلو منظره، كتير كيوت على البشرة. كمان كل بوكس فيه 4 مرات استعمال. سيروم، انا هذا السيروم اول مرة بستعمله بس كتير حبيت ريحته، ما كتير زيادة، هو نباتي وفيه زيوت مغذية. هيك بكون شكله، اسمه ليديز مانتل. فهلأ انا عم جربه، بس يعني عم حس بترطيب كتير عالي. هيك شكله من جوا. هذا السيروم الثاني بالكولاجين، كمان نسبة الترطيب تبعه كتير عالية، وأنا كتير بحب استعمل مرطبات البشرة. هيك شكل السيروم، هو بالعادة على طول هيك، لما بيجي يفتح الهي ما عاد يطلعوا معي. هيك شكل السيروم، كمان بنصحكم تجربوه. واحلى شيء انه هدول لكل انواع البشرة. حمرة، جربت هي الحمرة، هي بتجي عبارة عن لونين، وهي لونة الاول والثاني، ما بعرف اذا كتير مبين، بس يعني فينكم تعتبروه انه حمرة كتير بسيطة وخفيفة على الشفايف، يعني ما لا اوفر، واكيد مرطب الشفايف. في اكتر من شكل، كتير انا بحب هدول الاشكال. واحلى شيء هنيك الاكسسوارات، هاي اكسسوار بنحط بالايد، يعني فيه كتير اشياء حلوة وبسيطة بنفس الوقت. هاي بكل الشعر، الحلو فيه انه اسعار كتير حلوة ومتداولة وعلى الاستعمال، يعني انا مستعملة كتير اشياء، لسه في كتير اشياء استعملتها، مثل الماسك تبع الاصابع، في الماسك اللي بينشد فيه البشرة من منطقة العنق من تحت، هذا الماسك كمان جربته، وأسعاره كتير يعني حلوة وبسيطة. بس يعني إنه كمان لما بتروحوا على الماركت مستحيل إنه تطلعوا ما تحطوا سعر كبير، لأنه في كتير أشياء رح تحبوها، وبنصحكم تجربوا هيدا الماركت، كتير كتير حلو، رح تتسلوا ورح تنبسطوا كتير فيه. وهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو حبايبي، وبشوفكم فيديو جديد. ما تنسوا تدعموني، لايك، شير، سبسكرايب، وباي باي.